رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث فينا رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن بحمد الله عز وجل نطوف بالبيت العتيق. تذكرت أثرا لعبد الله بن عمر وهو يطوف ويتحدث مع الكعبة ويقول: إن لك عند الله عز وجل حرمة، وإن حرمة المؤمن أعظم منك عند الله. فالكعبة الشريفة لها حرمة عظيمة عند الله سبحانه، كيف لا، وهي بيت الله تعالى الذي قال الله عنه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، الآية من سورة آل عمران. فإذا كان للكعبة حرمة عظيمة عند الله عز وجل، فإن حرمة المؤمن أعظم من أعظم من حرمة الكعبة عند الله. ولهذا أذكر نفسي وغير من إخواني في جنب الله أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في حرمة المؤمنين، وليعلموا أن الله سبحانه تبارك وتعالى عظم حرمة المؤمن أعظم من حرمة البيت العتيق. فاتقوا الله، خافوا ربي سبحانه تبارك وتعالى في أعراض إخوانكم، خافوا الله تبارك وتعالى في أموال إخوانكم، خافوا الله تبارك وتعالى في دماء إخوانكم. فهذا هو البيت العتيق، وحرمة المؤمن أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة كما قال عبد الله بن عمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا الأثر، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب